25 سنة مثل اليوم قرر حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة تعيين مجلس إدارة من رجال الأعمال والتقنيين والتكنوقراط، وأضاف لهم عضو هو رئيس شركة الخطوط الفرنسية السابق كريستيان بلون كمستشار وكعضو مجلس إدارة. وضعنا خطة سريعة لإنقاذ الشركة، بلشناها في السنة الأولى وعنوانها كان إعادة النظر بشبكة الخطوط، إعادة النظر بالمشتريات، سياسة المشتريات، وقدرنا ننزل الخسائر من 87 مليون دولار بالعام 97 ل 42 مليون دولار بسنة 1998 بأول سنة على تولي مجلس الإدارة. 25 سنة مرقوا فيهم أيام حلوة وفيهم أيام صعبة. دولة الرئيس ميقاتي ترافقنا معه بكل هالمراحل خلال 24 سنة. المرحلة الأولى يلي كانت لما حاولوا بعض الأجهزة الأمنية العمل على وضع اليد على الشركة، ولا أقول السورية، أقول الأجهزة الأمنية اللبنانية يلي بعدهم هلأ بيحكوا وبقاياهم بيحكوا، حاولوا وضع اليد على الشركة. تدخلت الإرادة الربانية بوقف هذه العملية، وتم التجديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان الذي رفض رفضا قاطعا المس بمجلس الإدارة على اعتباره أنه عم بيقوم بشغله على أكمل وجه. بعد ذلك بدأت مرحلة بال2001 عملية زيادة إنتاجية الموظفين والاستغناء عن فائض الموظفين. اشتغلنا على خطة شاركنا فيها مع كل العالم، وبحب أذكر بالذات أستاذ نقول نحاس كمان يومتها مذكر نيو أم إي أي وأولد أم إي أي. قلنا لا، الأم إي أي ما في نيو أم إي أي، في أم إي أي حنصلحها وحترجع تربح، وهيك صار بإذن الله. من بعدها معليش بدي أسرد شوي، من بعدها بال2001 صرفنا فائض الموظفين، وهي عملية ما سهلة بلبنان. صرفنا 1200 موظف بيوم واحد، يلي بيساوي تقريبا كانوا 40% من عدد موظفي الشركة، لقاء تعويضات إضافية لتأمين نوع من الاستقرار الاقتصادي بخطوة جبارة. وكان معالي الوزير هو وزير أشغال بوقتها، وتم التعاون معه بهالشيء. أكيد هذه الخطوة ما كان ممكن تصير على الإطلاق لولا وجود شخص مثل الرئيس رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، على رأس الحكومة في حين. الرئيس الحريري يلي منفتقده كل يوم، يلي كان داعم للشركة إلى أقصى الحدود، يلي لما تعينت ما كنت بعرفه ولا كنت قريب من خطه السياسي، ولكن لما تعرفت عليه صرت أعشقه، وكل يوم بتذكره وبقول الله يرحمه لازالت إيديه البيضة وآثاره على الشركة موجودة. كذلك تابع من بعد مسيرة دعم الشركة بصمت، ومنع التدخلات السياسية بصمت، نجله الرئيس سعد الحريري خلال تولي مجلس الوزراء خلال 6 سنوات السابقة. رجل آخر كل هالشي ما كان ممكن يصير لولا دعمه وموافقته وتغطيته لهذه العملية الإصلاحية، هو الرئيس نبيه بري أطال الله بعمره. الرئيس بري يلي على مدى 25 سنة ما رفض لنا ولا طلب، ما في شيء للميدل إيست إلا بيتبناه. هيدي كلها سوا مرقت بعدين لحظات أخرى وأصعب. بلشنا بشراية الطيارات بال2002، هون حاولوا مجدداً بعض السياسيين أنه يتدخلوا بقرار شراء الطائرات. زرت الأستاذ نجيب ميقاتي بمكتبه، وكان خيو طه الله يطول عمره موجود، وأرجيته عروض الطائرات والأسعار. قال لي روح يا مجنون
اتكل على الله. قلت له بدهم يحطوا قرار مجلس وزراء. قال لي مجلس وزراء ما خصه، هيدي شركة تجارية. وهيك طلع قرار مجلس الوزراء انه هذه من صلاحيات مجلس إدارة الشركة، وهو أول إثبات انه هذه الشركة التجارية أبعدت عن تدخلات سياسية، وهكذا يجب أن يتم. بالعام 2003 استلمنا سوا أول طيارة مشتراة من تولوز، وكانت فرحة عارمة. 2005 استشهد الرئيس الحريري. 2006 شاهدنا الضربة الإسرائيلية، حرب تموز يلي كانت قاسية علينا، ولكن استطعنا إخراج الطائرات بسلام. 2011 واجهنا قضية التحليق فوق سوريا، كمان واجهناها مع الرئيس ميقاتي، مع الرئيس ميشيل سليمان، مع قائد الجيش بحينه العماد أهوجي، ومع مدير عام الأمن العام لواء عباس إبراهيم. وأكيد كان في موقف حازم وصلب وواضح لوزير الأشغال العامة والنقل بحينها الأستاذ غازي العريضي، يلي كلهم منوجه لهم تحية. أنا ما بدي ضلني أذكر حتى ما أنسى أسمامي كل شخص ساهم بنجاح هذه الخطة اللي أدت لتحقيق أرباح من سنة 2002 لليوم تفوق مليار و300 مليون دولار أمريكي بوقت منه سهل. وزعنا أنصبة أرباح على المساهمين 660 مليون دولار، واستثمرنا الرصيد في مباني الشركة وفي طائراتها الجديدة. انطلاقا من هون كان فينا نحقق هالشيء لولا وجود مجلس إدارة مثل المجلس الإدارة اللي نحن موجودين فيه. أكيد الجواب لا. مجلس متماسك، عنده بعد نظر، بحبوا بعض، في ثقة. فبوجه التحية لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة بالاسم. بلش أستاذ مروان صالحة، أستاذ ميشيل تويني، أستاذ سامي متى، أستاذ فؤاد فواز. كلنا سوا اشتغلنا كعائلة، ولكن بدون عائلة الميدل إيست الكبيرة، بدون كل طيارجي، بدون كل مضيفة، بدون كل مهندس، بدون كل عامل أرض، ما كنا نقدر نحقق كل هالشي. فشكراً لعائلة الميدل إيست. والميدل إيست تشتغل بمطار رفيق الحريري الدولي. اليوم بحب وجه تحية كبيرة للمديرية العامة للطيران المدني على الجهد يلي عم بقوموا فيه بتسيير المطار برعاية معالي وزير الأشغال العامة والنقل بأصعب الظروف، يلي أكبر مطارات بالعالم تعسرت عملياتها خلال الصيف، وما حنذكر مطار هيثرو ومطار أمستردام وغيرها من المطارات. بحب وجه تحية لكل الأجهزة الأمنية يلي عم تشتغل بالمطار بأصعب الظروف، يلي عم يجوا على الشغل ما عم يقبضوا حد أدنى من الرواتب يلي تمكنهم أنه يسددوا كلفة النقل، ما تلكأوا بالقيام بواجباتهم. الجيش اللبناني يلي منوجه له أكبر تحية، حامل الوطن. الدرك بجميع أجهزته وسرية التفتيشات، وكل أجهزة الأمن العام يلي ينتقدوا العالم انه في نطره، بس ما شايفين انه في نقص بالعديد، وفي امكانيات متواضعه، بس المطار بعده ماشي. واكيد الجمارك اللبنانيه يلي ما قصروا ولا لحظه. بدون هول كله ما كان في مطار. وجه لهم تحيه كبيره وشكرا للجميع على هالشيء. نحن بالميدل ايست دائما عندنا وفاء لا يلي بحب الميدل ايست. عشان هيك اول جهاز طيران تشبيهي اطلقنا عليه الاحرف الاولى ار بي اتش، دوله الرئيس ار بي اتش، هن رفيق بهاء الحريري. جهاز تدريب على الخدمات هو الجهاز الثاني اللي جبناه على الشركه، اطلقنا عليه اسم نبيه مصطفى بري الرئيس بري.
واليوم مجلس إدارة الشركة أخذ قرار بإطلاق اسم الرئيس نجيب ميقاتي على جهاز السلامة. السلامة يلي هي أهم شيء عنا بالشركة، وأنت رمز للحفاظ على سلامة الشركة. تسألونا شو سر هالنجاح؟ العزم، الإرادة، التخطيط، تنفيذ الخطط، عدم التراجع، الجرأة، كل أشياء مهمة. بس في أشياء أهم بكتير هو اللي خلينا ننجح. شلنا من قاموسنا كلمة ما فينا، وشلنا من قاموسنا كلمة ما بتزبط، وأهم شيء شلنا من قاموسنا كلمة ما خلونا. وبوعدكم جميعا انه بالايام الجايه ما حنخليهم ما يخلونا، ويعطيكم العافيه.